ما نبتدئ به هذا اللقاء المبارك آيات بينات للوقوف للاستماع للسلام الوطني. دني جيغا ونتنم الجزائر وبيدون ونشكروهم على هذه الزياره اللي جاونا عليها ونشكركم جزيل الشكر. اليوم سيد الرئيس الجمهوريه بكل وعي اعطى يده ممدوده، شاف خلاص هذه الاختلافات لأن الثابت هي الجزائر. إذا كلنا نمد يدنا ممدودة مع يده مع كل خيرين من أبناء هذا الوطن، لأن الجزائر بحاجة إلى كل أبنائها أن يهندسوا في حمايتها وفي بنائها وإحقاقا لعدالة اجتماعية حقيقية في تقسيم لثروات البلاد بشكل عادل، وما بقاش شمال جنوب شرق غرب، لأن الثوار ما ترباوش على التقاليد. كانت الجزائر فوق كل اعتبار، حان الوقت الآن أننا نقاوم في مسار التسيير ونعطي أهل أهاجار حقهم في تنمية حقيقية.